شكرا على هذا الترحيب الحار جدا، وتغمرني فعلا الفرحة يعني بكل هذا الترحيب، يعني في وسط جامعة مغربية مهمة، جامعة حسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهي كلية عريقة معروفة بالدار البيضاء، ويعني تشمل خيرة من الدكاترة والباحثين، وأنا سعيد أن أكون وسطكم يعني، وكما يقولون ذكرتموني بأيام جامعة دمشق، فكأني بين أهلي وبين زملائي، والمغرب يعني هو بلدنا بالأساس، يعني سوريا والمغرب هو يعني كما تقولون حرب حرب. الدكتور عبيد الكلية الذي يعني الدكتور عبد اللطيف، كمات سرت بمعرفته وباقي الأساتذة وعلى هذا الترحيب الخاص. وبشكركم جدا يعني على الاستضافة الرائعة والترحيب يعني والمشاعر الإنسانية بغض النظر على الأمور. ببدأ أنا ببعض المقدمات قبل ما بدخل بمحاضرتي اللي هي اشتغلنا عليها، والأسباب اللي دعت إنه نعمل مقاربة حقوق الإنسان بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واهتمامنا فيها أكيد لم يأتي من فراغ. إحنا كمنظمة دولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية بولاية أوهايو بالعاصمة كولومبوس، انخرطنا بهذا الملف الحقوقي بعام 2020 بشكل مباشر. طبعا انتم ناهيكم عن الاعتراف الامريكي كان بمغربيه الصحراء والقرار التاريخي، واللي شكل نقله نوعيه على المستوى الدولي والامم المتحده وداخل مجلس الامن. من خلال ذلك احنا ارادت المنظمه بعد تعييني ممثل للقاره الافريقيه، كنت ممثل منظمه بالمغرب اولا، ومن ثم ترقيت عام 2020 لممثل المنظمه على مستوى القاره الافريقيه، ولدينا مكاتب للعلم بالجزائر الشقيقة وموريتانيا وعدة دول إفريقية، سيراليون، تشاد، تونس إلى آخره، وأنا أشرف على جميع هذه المكاتب من بوابة إفريقيا وشمال إفريقيا، هي المملكة المغربية الشقيقة. فنحن موجودين هنا لأنه دائما بوابة إفريقيا هي المغرب من هنا، وهي يعني الأولى بالتطور بحقوق الإنسان سواء على الصعيد الإفريقي ولا حتى على الصعيد العربي والإسلامي. وأنا كنت سابقا بدول عربية وأعرف مدى تطور حقوق الإنسان ومؤسساته في المملكة المغربية. وبعد أن انخرطنا بهذا المسلسل، هو مسلسل حقوق الإنسان، لماذا؟ تفاجأنا يعني بعد أن تباحثنا إحنا ومجلس المنظمة بأمريكا حول مبادرة الحكم الذاتي. هل هي لما يعني بدنا ناخذ موقف من ناحيه قانونيه، ليس من ناحيه عاطفيه، ليست من ناحيه سياسيه، اردنا ان ندعم هذا حل النزاع من اجل السلام العالمي. انتم تعرفوا اليوم، لا اخفيكم قولا، هذا الموضوع مغربيه الصحراء يشكل، والنزاع المفتعل يشكل تهديد للامن والسلم الدوليين. يعني يجوز انتم ترونه يعني من نراه من ناحيه عميقه جدا. رأيتم ما حصل بالشرق الأوسط وما يحاكي الآن بالشمال إفريقيا ومالي وغيرهم، والصراع الدولي، فلنأخذ خلفيات كبيرة، صراع أمريكي روسي صيني إيراني إلى آخره، والتسليح بالمنطقة. ونحن ننظر للبوليساريو بالمنظمة وبشكل حيادي، هي مجموعة مسلحة، لا يمكن أن تأخذ الشرعية، لأنه ما يحصل بمخيمات تيندوف هو كبير جدا، وسأتي لماذا. فنحن هنا تناولنا مبادرة الحكم الذاتي المطروحة من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الأمم المتحدة. جئنا بهذه المبادرة بشكل حيادي جدا، ونظرنا إليها ودرسناها، وكانت مشكلة من 35 نقطة. أجرينا عليها مقاربة حقوقية لنعرف كيف نقف كموقف في مجلس المنظمة. عندما كلفت بهذا الشرف من قبل مجلس المنظمة بأمريكا، أجريت بحثي عن تلك المبادرة الجريئة والشجاعة، وهي تمثل يعني موقف استراتيجي وتاريخي يجب الاستفادة منه. وجدت أنها بها نقاط كثيرة بالمقاربة الحقوقية، بالشريعة الدولية حقوق إنسان، بالقانون الدولي لحقوق إنسان، بالإعلام العالمي لحقوق إنسان، بالعهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
عندما أجرينا تلك المقاربة رفعت هذه المقاربة وتقريري للسيد الأمين عام للمنظمة لدينا وبصفته هو عبر مكتبنا بنيويورك، رفعنا إلى السيد الأمين عام للأمم المتحدة. أدرجت باللجنة. لماذا إذن إحنا ندعم هذه المبادرة من ناحية حقوقية صريفة بشكل حيادي واستقلالي وبدراسات وأبحاث حتى نكون مقنعين أمام الأمم المتحدة؟ ما في والله نحن ندعم هذه المبادرة، لا. لماذا؟ ما هي ماذا توفر من حقوق؟ اليوم المواطن المغربي الصحراوي يعاني بمخيمات تيندوف وكذا. على إثر لتأكيد ذلك كلفت بشهر أكتوبر عام 2020 وبعز كورونا كما يقولون بإعداد تقرير دولي للمنظمة لكي ترفعه مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة. فذهبت ونزلت إلى مدينة العيون رغم الصعاب، أنتم تعرفون كان كورونا، وأجرينا لقاءات على الأرض مباشرة وبتقارير ميدانية. بدأنا بلقاء جمعيات مجتمع مدني، جمعيات لحقوق الطفل، جمعيات حقوقية، يعني مجتمع مدني، الناس، يعني كان هناك حرية كاملة. لماذا ذهبنا؟ بالأمم المتحدة كان في عدة تقارير لمنظمات دولية تعرفونها دون ذكرها. جاء التقرير أن مدينة العيون فيها انتهاك سين من الناس عين من الناس، يعني محددة أذكر كان شي شخصيتين فقط، يعني مواطن اثنين. إذن نستطيع الرصد بالعيون، يعني منظمة الدولية التي قدمت تلك التقرير قال أن هناك انتهاك لا سين عين من الناس. بينما نجد على الطرف الآخر مخيمات تيندوف ماذا قالوا؟ قالوا أن هناك غموض بتيندوف. أنا اطلعت على هذا التقرير حوالي من المنظمة، كيف هناك غموض بتيندوف وبينما تستطيع تلك المنظمة المزعومة الدولية والهامة أن تقول هناك انتهاك سين عين بالعيون؟ إذا العيون مفتوح مرئي وانترنت وكذا. على أثر ذلك أيضا كان تقريرهم ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها جهة حكومية ومعينة من طرف جهة الملك. أنا اطلعت على التقرير شخصيا. هذا كان أحد أسباب المباشرة لتكليفي بالذهاب إلى مدينة العيون لإعداد تقرير ميداني وموثق بالصور والأدلة. تفاجأت بصراحة بأمور كبيرة جدا، بتطور حقوق إنسان، هناك مجتمع مدني، هناك مؤسسات، هناك دولة. شوف أنه في مظاهر دولة وناس وجهة وأجنصات ويعني أنا استغربت، يعني توقعت أرى ربال أو خيام، حتى شقق فارغة من يريد أن يعني يجلس. ربما هناك مساعدات كبيرة جدا بالصحراء المغربية أو بقلب العاصمة الصحراء وهي مدينة العيون. مهم أنجزت عملي أنا وتقريري وأرسلته للأمين عام للمنظمة، ومن ثم ذهب إلى الأمين عام للأمم المتحدة، والذي أخبرنا سكرتيره الخاص آنذاك أننا نتفاجأ بين ثلاثة تقارير دولية وضعت باللجنة، لأول مرة يأتي تقرير إيجابي للمملكة المغربية بالصحراء المغربية. تصور إذا الموضوع ليس موضوع الشق السياسي ومندوبين، إذا ليس هناك تقرير حقوقي. هذا ما لفت نظرة من ناحية حقوقية سواء من العفو الدولية لهيومن رايس ولا عدة منظمات. إذا لماذا لا يوضع تقارير حقوقية دولية بهذا الاختصاص في الأمم المتحدة تصف الواقع كما هو؟ فمن هنا كانت مقاربتنا ودعمنا. بالمقابل عندما كلفت بتشكيل لجنة من مكاتبنا الإقليمية بالشمال إفريقيا للذهاب أيضا بالمقابل للطرف الآخر إلى مخيمات تيندوف، نفاجأ برفض جزائري بدخولنا تيندوف. إذا أنت لماذا ترفض أن ندخل إلى تيندوف إذا كنت حيادي مستقل ولا تخاف شيئا بذلك المخيم؟ إذا إحنا كان بوقتها جتنا تقارير، هناك تجنيد أطفال، قاصرين، انتهاكات إلى آخره، حتى اختصاب يعني وفق صحفيين أوروبيين. رفضوا، قال هذا المخيم بحاجة لموافقة وزير الدفاع الجزائري. تصوروا أنت تريد أن تدخل مخيم لاجئين وحقوق إنسان، ومعروف المخيمات مفتوحة إلى دير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا يوجد. لماذا أنا بحاجة لموافقة وزير الدفاع الجزائري؟ من هنا أنا كان التقرير سلبي وعكسي للمنظمة والأمم المتحدة.
كون الجزائر هو طرف بالصراع، يعني ليس لي علاقة أو كذا، لا هم أطراف بالصراع. إذا من هنا بمجمل هذه الأمور، وكنا بآخر قرارات ندعم احنا برسائلنا لمجلس الأمن الدولي، ندعم دائما أن يكون هناك بالنهاية تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مشروع الحكم الذاتي، لأنه احنا نراه هو الوحيد لنزع فتيل الحرب. إحصائيات لا توجد بالمخيمات، أنتم تعرفون الغالبية السكان 80% بعد جانب الصحراء المغربية وبالعيون وغيره، يعني حتى ديمقراطيا يعني سوف يفوز المغرب بذلك، ولكن هناك بعض العراقيل مع دول بمجلس الأمن نتيجة مصالح سياسية لا دخل للمغرب بها، سواء الروسي الأمريكي إلى آخره من حلفاء الفرنسي، أمور كثيرة يعني أنتم تعرفونها بالخلفيات السياسية، أنا هنا من أجل الوضع الحقوقي. فمن هنا كنا داعمين لمشروع الحكم الذاتي بشكل كبير جدا وعلى أساس حقوقي ودقيق ومقاربات ودراسات. إذا لم يكن قرار من فراغ، لم يكن قرار عاطفي، لم يكن قرارا مسيسا، كان قرارا حقوقيا من أجل دعم السلام بالمنطقة، أفضل من حروب وأفضل ما تحول شمال إفريقيا كما تحول الشرق الأوسط والأطراف نفسها، وسوف يدعمون الأطراف من أول جديد. من هنا أنا أدخل لهذه الآن الشق الأكاديمي، ولو أطيل عليكم تعرفوا الأكاديمي وبدنا مقارنة حسب نصوص الشرع الدولي لحقوق الإنسان. فأبدأ بناء على طلب الأمم المتحدة عام 74 و900 و1000 بطلب من المغرب، أصدرت محكمة العدل الدولية. طبعا أنا مقدمتي ستكون خطوط عريضة بمسلسل الدولي يعني بشكل مختصر وأدخل إلى المقاربة. أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها الاستشاري عام 75 و900 و1000 بالروابط التاريخية والقانونية للصحراء بالمملكة المغربية، والذي يعتبر إقرار بمغربية الصحراء. وبعدها جاءت المسيرة الخضراء المضفرة 6 نوفمبر عام 75 و900 و1000 لاستعادة المغرب أقاليمه الجنوبية. وكذلك وقعت المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية مدريد وإعلان مبادئ لاستعادة المغرب أقاليمه الجنوبية في 14 نوفمبر عام 75 و900 و1000، واتفاقيات الصيد البحري والتعاون الاقتصادي. وقررت الأمم المتحدة وصادقت عليها الجماعة في مدينة العيون ب 26 فبراير عام 76 و900 و1000، أكدت مغربية الصحراء. جاء بعدها قرار الأمم المتحدة رقم 380 ب 6 نوفمبر عام 75 و900 و1000 على ضرورة التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه، حيث أثبت المغرب التزامه بالشرعة الدولية من أجل استكمال وحدته الترابية. وعادت موريتانيا الجزء الذي تسيطر عليه من الصحراء للمغرب عام 79 و900 و1000. ومن ثم بدأت الأمم المتحدة من هنا سلسلة من الإجراءات نتج عنها عدة اقتراحات. إذا كان هناك اقتراحات للمسلسلات ولم يتفق عليها طبعا، أذكر من تنظيم الاستفتاء الذي نصت عليه خطة تسوية 88 ولو من دون اتفاق الجانبين، ويقول في النهاية إلى خيارين، إما انضمام للمغرب أو الاستقلال عنه. 2 هو تقسيم الصحراء، كان حل أيضا مطروح. 3 الحل ما يعرف بالحل الثالث المعروف باتفاق الإطار العام بالأمم المتحدة. 4 هناك كان الحل الوسطي الأممي، وهذه 4 حلول كانت على مر قبل المبادرة تبع الحكم الذاتي طبعا مطروحة من قبل جلالة الملك عام 2007. إذا مرة بمسلسل سريع ضمن هالإطارات، ونطرح منه مثلا خطة الاستفتاء كانت الأمين العام السابق خافير في صيف 88 و1000 على المغرب والبوليساريو خطة تنظيم استفتاء في الصحراء، وسيقودنا هذا التصور في حالة إجراء الاستفتاء إلى أحد خيارين، إما انضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه. ولقيت تلك الخطة نجاحا بالبداية وقبول الطرفين في 30 أغسطس عام 88 و900 و1000، والموافقة على وقف إطلاق النار. إذن هذا الحل الأول كان في موافقة مبدئية. 2 إنشاء بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالاستفتاء في الصحراء المعروفة بالمينورسو بتاريخ 30/8/88 و1000 بقرار من مجلس الأمن الدولي خلال 8 سنوات من العمل. قدمت بعثة المينورسو جملة من الاقتراحات من ضمنها أن من يحق لهم التصويت في الاستفتاء. طبعا جرى خلاف كبير عن من يحق له الاستفتاء وسقط أيضا هذا المقترح.
بعدها جاء مقترح تقسيم الصحراء بخيارين، اعطاء المغرب اقليم الساقيه الحمراء واعطاء البوليساريو اقليم وادي الدهب. ايضا هذا الحل يعني بشكل مختصر لا نطيل عليكم ايضا سقط، لانه لا يمكن ان يتنازل المغرب عن سيادته الوطنيه. وبعدها جاء اقتراح اتفاق العام في 25 يوليو عام 2000 قرار مجلس الامن 1309 المتضمن كان مبادره فرنسيه امريكيه تقترح حلا سياسيا لمشكله الصحراء، ودعا بوقت المبعوث هو جيمس بيكر الطرفين الى حل تفاوضي يستبعد خطه الاستفتاء. وهذا ما دفع الامم المتحده الى تقديم اتفاق الاطار العام او الحل الثالث، وينص على ان تمنح الاقاليم الصحراوي حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت الحكم المغربي في غضون 5 سنوات. هذا الحل الثالث، اذا الحكم الذاتي، حتى قبل طرح جلالة الملك عام 2007 نلاحظ انه كان مطروح بالامم المتحده ولكن بصياغات اخرى، يعني لمده 5 سنوات وكذا. ولكن ايضا هي المبادره الفرنسيه الامريكيه ايضا سقطت، ومن ثم كان اخرها مقترح الحل الوسط ايضا وبدعم فرنسي، ولكن لم يكن هناك ضمانات كافية. أيضا باختصار سقط هذا الحل إلى أن وصلنا إلى مبادرة جلالة الملك بعام 2007. ومن هنا احنا اهتمينا بهذه المقاربة ونبدأ بها بشكل مختصر قدر الإمكان. فهذه المبادرة أنه أهم ما يميزها برأينا أنها تعبر عن إرادة حقيقية من أجل التوصل لحل عادل متوافقا عليه في القرارات الدولية ذات الصلة لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. ونبدأ بالمقاربة الحقوقية لمشروع مبادرة الحكم الذاتي، حيث جاء في الفقرة الرابعة من مشروع المبادرة أن المملكة المغربية تكفل من خلال المبادرة هذه لكافة الصحراويين سواء الموجودين في الداخل أو الخارج مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. وهذا يتطابق، أين نجد هنا بالمقاربة التطابق بين الفقرة الرابعة في مبادرة الحكم الذاتي؟ نجدها مع المادة الثانية من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، والتي جاءت وأكدت أنه لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات دون ما تمييز سواء بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. إذن هنا نجد مقاربة دقيقة بين الفقرة الرابعة بالمبادرة والمادة الثانية من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان. نعود للفقرة الثالثة أيضا من المبادرة، في مجملها تندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا جاء بالمبادرة بالفقرة 25، إذا نأخذ المادة الفقرة الثالثة من المبادرة والفقرة 25، يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان. وبالمقاربة هذا ينطبق على ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 86 900 و1000 في إعلان الحق بالتنمية لكل إنسان ولكافة الشعوب والمشاركة والمساهمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذن هنا ينطبق المادة الفقرة الثالثة و25 من المبادرة تتفق بالمقاربة مع اعتماد إعلان الحق بالتنمية. ومن ناحية أخرى بمقاربتنا ينطبق أيضا على المادة 1 في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، حيث جاءت بأنه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهامات في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية. نعود أيضا للفقرة 12 من مشروع المبادرة، والتي جاء فيها يمارس سكان الجهة من خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق قواعد الديمقراطية في المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية والتنمية الثقافية والنهوض بالتراث الثقافي الحسني. أين ينطبق هذه الفقرة بالمادة 12؟ تتطابق مع المادة 21 بالإعلام العالمي لحقوق الإنسان، حيث قالت بأنه لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارونه في حريته، ولكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده. أين جاء أيضا في إعلان اليونسكو العالمي عام بباريس عام 2001 بشأن التنوع الثقافي،
وكذلك جاء بفقرتها الثانية ينبغي النظر إلى الثقافة بوصفها مجمل السمات المميزة الروحية والمادية. كذلك جاءت في المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حق كل فرد المشاركة في الحياة الثقافية. وجاء أيضا بالفقرة 27 من مشروع المبادرة يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض ويطرح على السكان باستفتاء حر ضمن استشارة ديمقراطية طبقا للشرع الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة ومجلس الأمن بمثابة ممارسة لحقهم في تقرير المصير. إذن الحكم الذاتي يعتبر أيضا ضمنيا ممارسة تقرير المصير، وهذا يؤكد التطابق التام بالقانون الدولي. وجاء بالفقرة 5 من المبادرة سيوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أين ينطبق هذا؟ هذا ينطبق مع المادة 25 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكدت أنه لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية لأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية. وأيضا تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء تمثل أيضا بالبرلمان وتمثل بباقي المؤسسات الوطنية وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية. أين يتطابق ذلك؟ يتطابق مع المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن يشارك في إدارة الشؤون العامة أما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية. أين أيضا جاء بالفقرة 19 في مشروع المبادرة يتكون برلمان الحكم الذاتي. إذن هناك برلمان سيكون للحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل ومجموع سكان الجهة ونسبة ملائمة للنساء، وهي نقطة مهمة جدا، وهنا يتوافق معنا مهم بالنسبة لحقوق المرأة. إذن المبادرة تكفل حقوق المرأة، والتي تجلى واضحا في المبادرة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعدم التمييز ضدها. ويتطابق هذا الطرح مع الإعلان المادة الثانية بالإعلام العالمي، ومن جهة أخرى متطابق مع إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة عام 2000 في المادة الرابعة الفقرة جيم في حقها في تولي المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة، وتكفل هذه الحقوق طبعا سن تشريعات. وأيضا نعود لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 79 و1000 والتي صادق عليها المغرب عام 93 و1000، وتجلى ذلك في المادة السابعة في هذه الاتفاقية. أما موضوع السكان المحتجزين واللاجئين في مخيمات ديندوف والصحراويين متواجدين في مناطق أخرى والعائدين إلى الوطن، سعى المشروع لضمان سلامتهم وكرامتهم من خلال الفقرة 30 من مشروع الحكم الذاتي، بأن المملكة المغربية سوف تتخذ جميع الإجراءات اللائقة من أجل إدماج كامل وتام وتكفل الحفاظ على سلامتهم. وتابعت بالنهاية الفقرة 31 بإصدار عفو عام شامل يستبعد منه أي متابعة أو توقيف أو اعتقال أو حبس أو أي شكل من أشكال الترهيب. بالنهاية أختتم ولو أطلت عليكم، وحسب مقاربتنا الحقوقية الحيادية وفق الشرع الدولي لحقوق الإنسان، نعتبر مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف جلالة ملك المغرب للأمم المتحدة حلا عادلا وشاملا للنزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية، ومتوافق مع قرارات مجلس الأمن وآخر القرار 2602 و2654 وحماية لحقوق الإنسان وتعزيز لثقافتها، والتي تعتبر الضامن للعيش الكريم للإنسان، وكذلك لنزع فتيل الصراع في المنطقة واستقرارها والتعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وفكر التطرف ودعم الأمن والسلم الدوليين. وشكرا لكم.